السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا أحباب، أتمنى يا رب تكونوا بألف خير إن شاء الله. أهلا بكم مع أحمد صالح وبسلسلة احتراف المونتاج في برنامج أدوبي بريمير برو، وهذا الدعم موجه لأصحاب القنوات ومنشئي المحتوى على اليوتيوب للشباب العربي بالعموم. فحبا وفضلا وتكرما محتاج منكم التفاعل والدعم لحتى هذا المحتوى يصل إلى أكبر قدر ممكن من الساعين والمهتمين بتطوير أعمال على منصة اليوتيوب. فاليوم رح أقدم لكم هدية جميلة بعد ما تكلمنا باللقاء السابق عن المسار التعليمي للمرحلة التأسيسية في برنامج أدوبي بريمير. فيلي اتعذر عنده مشاهدة هذا المحتوى أو التعامل مع ملف الباوربوينت بالعموم، فضمن البث المباشر السابق أو اللقاء السابق رح أرجع وأحمل كل الروابط واحد تلو الآخر عشان يكون مسار تعليمي متسلسل لحضراتكم. فأنت إذا حبيت تحضر من خلال ملف الباوربوينت اللي أنا حملت لك إياه، أو إذا حبيت تتابع الوصف كمسار تعليمي متكامل خطوة بخطوة ودرس بدرس، رح يكون كل العناوين موجودة مع الروابط مع الملفات وكل شيء متاح لحضراتكم. فقلت أن هذه المرحلة التأسيسية ما رح نفوت بتفاصيلها، ربما يكون في حد منكم عنده بعض المهارات وحد ما عنده بعض المهارات، وأنا سبق وتكلمت عن هذه الأشياء، قمت فقط بترتيبها وتقديمها لحضراتكم. بلقاء اليوم رح نقدم لكم مكتبة مونتاج لأصحاب قنوات اليوتيوب عبارة عن إضافات عديدة ومش قليلة. فحبا وفضلا الرومان، وأقول مرة تانية التفاعل، ويلا حتبدأ مباشرة بلقائنا الجميل والمحطة المتميزة مع حضراتكم يا أحباب لهذا اليوم.
أهلا ومرحبا بكم يا أحبابي مرة تانية بلقاءنا الجميل والمتميز والممتع لهذا اليوم مع حضراتكم. أيضا كنت وعدتكم أني أكون مع حضراتكم من خلال البث المباشر، لكني راح أعتذر وبكل بساطة لأني أثناء عمل الريندر الجهاز يعني بشنج بجمد يعني، فما بستطيع أني أنا ويقطع معنا البث، راح يكون في عنا بعض المشاكل. لذلك هذه الحلقات والجلسات راح تكون مسجلة وعرضة بنفس الموعد مباشرة بالعرض الأول، والبث المباشر راح يكون بنفس الطريقة تماما مشابه العرض الأول للبث المباشر، وراح أكون معاكم أيضا بالدردشة المباشرة، وأيضا رابط قناتنا أو مجموعتنا على التليجرام لطرح الأسئلة والمناقشات والأفكار وتقديم الدعم. أيضا رابط القناة راح يكون موجود معنا بهذا اللقاء. فراح نقوم بتحميل هذا الملف يوتيوب ليبراري 2022، مكتبة اليوتيوب أو عناصر اليوتيوب أو مكتبة اليوتيوب الكاملة لأصحاب قنوات اليوتيوب، كل ما يخص المونتاج رح نشوفه أنه موجودة بهذه الحزمة، حجمها ما يقارب 1.5 جيجا بايت. رح تكون هدية لحضراتكم بهذا اللقاء، محملة على قناتنا على التليجرام برابط مباشر. بعد ما تحمل هذا الملف ننقل بمفتاح الموس الأيمن عليه وبتوجه إلى Extract to، أي فك الضغط، وبينشأ عندي هذا المجلد. طبعا نحن لما حفوت على المجلد ونفوت مرة تانية رح أشوف عندي أيضا بعض المجلدات رح أشرح لكم إياها على عجل. هذا إذا حبيت أنا أستخدم المكتبة وين في After Effects، فعندي مشروع كامل بياخدني إلى After Effects لاستخدام نفس العناصر يلي رح نستخدمهم أساسا في أدوبي بريمير، وعندي هذه المجموعة للعناصر يلي رح نستخدمها كعناصر Motion Graphic Template. موضوع اللينك لتحميل الخطوط وتحميل الفوتج أو المواد المستخدمة بالعرض اللي شاهدناه قبل شوي الإعلان، وأيضا توتوريال يلي بيحب يتابع بعض الدروس التعليمية والشروحات، أيضا كلها رح تكون موجودة معنا بوصف هذا الفيديو، وعندي بريفيوم أيضا هي عبارة عن معاينة. وأيضا إذا حبيت أنك ترجع إلى موقع Envato Element وتستعرض الحزمة، وإذا حبيت تشتريها فالآن يعني الموقع أمام حضراتكم بإمكانك تشتريها، إذا ما حبيت تأخذها بالمجان من حكاية شغف. الله يحفظكم جميعا إن شاء الله. برجع إلى بروجكت أدوبي برمير اللي قمت أنا بإنشائهم، ورح نبدأ بإنشاء سيكونس بعد ما أضيف العناصر، ونبدأ بشرح الإضافة أو الإضافات كمكتبة شوي شوي وعلى 100 مهلنا. خلني أرجع للخلف، وكنت محضر على مجموعة فيديوهات رح أنقر وأسحب إلى داخل أدوبي برمير إلى نافذة استيراد العناصر أو ترتيب العناصر. رح أختار أي حد من هذه الفيديوهات وبسحبها إلى التايم لاين لحتى يبدأ بإنشاء سيكونس جديد. مباشرة لازم تتوجه إلى الإعدادات السيكونس ونتأكد من أن الفيديوهات أو السيكونس كأبعاد تم إنشاؤه بدقة 1920x1080 هي الفول اتش دي، وعلى أساسه بتقوم بإيش؟ بسحب كل الفيديوهات اللي أنت محتاجها، تمام، كل المواد، بمعنى أن هذا السيكونس رح يصدر لي الفيديو بدقة الفول اتش دي، تمام، وبيكون بقي معي فقط عبارة عن 3 مشاهد. طبعا ما فيش أوديو بالموضوع، مع ذلك خلني أختار أن لينك لفصل الفيديو عن الصوت وحذف الصوت، وهذه مهارات يعني بنبقى بنستعرضها عشان تكون هي واضحة لحضراتكم. هذه عبارة عن فيديوهات حملتها عشان نطبق عليها درسنا لهذا اليوم. مباشرة الخطوة التالية بتوجه إلى قائمة ويندو وبنفعل خيار Essential Graphics لحتى نضيف من خلاله عناصر الموشن جرافيك تمبليت لهذا المكان، ويتم استخدامه مثل ما سبق وتكلمنا بالكثير من الشروحات. برجع إلى المجلد اللي كنت أنا محمل عليه هذه الإضافات أو هذه المكتبة، وبندخل إلى المكتبة وبنتوجه إلى البريمير برو تمبليت. رح نتفاجأ أن هذه الإضافات مجهزة لكل إصدارات أدوبي بريمير، يعني لو أنت إصدارك من السي سي 2018 وما دون، أي وما قبل، استخدم هذا المجلد. لو أنت عندك إصدار أدوبي بريمير بنسخة السي سي 2016 وأعلى فاستخدم هذه العناصر الموجودة بهذا المجلد. فأيا يكن إصدار الأدوبي بريمير اللي أنت شغال عليه الآن، هذه المكتبة تدعمك بشكل كامل. لما رح نفوت رح نشوف أيضا حزمة مجلدات. طبعا هذه المجلدات تضم إضافات حسب العناوين الشايفينها، للإنستغرام، للأوبينرز، للشيب إليمنتس عبارة عن أشكال وعناصر متعددة رح نشوفها الآن، السوشيال ميديا، سبسكرايب، لور ثيرد، تايبوغرافي، ترانزيشنز، التقالات، تايتل، عرض النصوص، أشياء جدا رهيبة ومكتبة جدا متميزة. رح نجرب على عجل عنصر عنصر من كل مجموعة ونشوفها. فرح نفوت على سبيل المثال إلى هذه المجموعة، إذا حبيت تضيف الكل بتحددها، وبنقر مع السحب إلى أدوبي برمير
التعمير وأسقطها في البانل الخاصة بالإسنشال جرافيكس. فنحن لو رجعنا مرة تانية رح نشوف أنه تبدأ بحرف السي، فأنت عشان ما تضيع أو إذا عندك زحمة كتير من هذه الإضافات انزل إلى حرف السي مباشرة، رح تشوف الإضافات موجودة. هذه الأي والبيم وعندي هذه السي، تمام. هذه العناصر اللي كنا عم نتكلم عنها قبل شوي اللي هي الكومنت أو التعليقات لعرض تعليقات متابعينك. على سبيل المثال ممكن أختار هذا الشكل، بنقر مع السحب وأسقطها بالمكان اللي أنا محتاج أضيفها على التايم لاين وفق أحد المشاهد اللي بدي أعرض عليه هذا التعليق. ممتاز، ممكن أنا أنقر لقدام شوي عشان يتم معاينتها، وإذا حبيت أنك تحدد وبرجع إلى قائمة الإفكت كنترول وعندي من السكيل ممكن أنا أكبر وأصغر، ممكن أنقر على المفتاح الموشن وأنقر مع السحب على الشاشة لحتى أنا أخذ موضع معين لعرض التعليق. الفكرة بالموضوع أنا كيف بدي أعدل على هذا المحتوى الخاص بالكومنت أو التعليق، لمجرد ما أنا حددت على هذا العنصر أو هذه الإضافة اللي أنا أخذتها من الموشن جرافيك تمبليت رح يتفعل عندي قائمة الإيديت أي التعديل. رح نشوف التكست 1، هذا التكست 1 هو العبارة عن العنوان، ممكن تعدله بهذا المكان، تمام. وعندي إيش التعليق يلي إجاك ممكن نضيفه بهذا المكان، وعندك هذه الألوان كلها موجودة بطريقة جدا جميلة. هذه الألوان مثل ما أنا شايفين بالضبط، هذه التكست والألوان. فلما راح نشغل، طبعا هو بيحتاج عندي ريندر الآن، لكن خلنا نجرب ونشغل ونشوف التأثير كيف راح يتم ظهوره بهذا الشكل الجميل يا أحباب بعد ما تقوم بإضافة النصوص وتعديلها واختيار الألوان. أما الصورة هي عبارة عن صورة رمزية فقط لا غير، مش بضرورة تكون هي صورة صاحب التعليق. ولو توجهنا الآن إلى تجربة عنصر آخر أو عناصر تانية، وليكن على سبيل المثال lower third، راح نشوف عندي مجموعة، ممكن أن أختار أي واحدة أو أخذ المجموعة كالمعتاد وأرسلها إلى نافذة الاسينشال جرافيكس بالعموم. لو رجعنا نتاكد الاسم هي lower third بحرف ال، تبدا فانا ببدا بالبحث على حرف ال مره تانية. طبعا في عندي عناصر كتير، خلنا نجرب هذه حرف ال lower third، ممكن انا انقر عليها واسحبها الى التايم لاين، بحدد مره تانية وبتوجه الى edit لحتى نبدا بالتعديل. طبعا في عندي التكست settings اعدادات النص، عندك النص الاول ممكن تختار نوع الخط، تختار نمط للخط، وعندك النص الثاني هو السلوجان، النص العلوي والنص السفلي نفس المبدا، وعندي البوزيشن وعندي السكيل وكلها موجوده كخيارات ممكن تتحكم فيها بهذا المكان. هذه البوزيشن والسكيل، ايضا هذه السكيل التكبير والتصغير، وعندك يمين ويسار واعلى واسفل، ممكن تختار اي منطقه انت حابب تعرض فيها اللور ثيرد بالعموم. فلو ما عملنا ريندر خلينا نشوف معاينه سريعه لعرض اللور ثيرد الخاصه بعرض الاسماء او عناوين القنوات او اي شيء من هذا الموضوع، عنوان الدرس، عنوان الجلسه، عنوان الموضوع، فرح يكون الموضوع جميل للغايه بهذا الشكل. ممكن انا اقص اللور ثيرد باي مساحه انا محتاجها، لاني رح يكون ربما يكون مثلا عرض النص لمده زمنيه طويله او مقدره، اداه القطع موجوده بهذا المكان، بتنقر باي مكان انت محتاج تنهي موضوع عرض النص او اللور ثيرد بهذا المكان، وبختار اداه التحديد مره ثانيه سلكشن تول، بحدد الجزء المراد حذفه ومفتاح الديليت من الكيبورد لحتى اقوم بازاله العنصر تماما. طبعا بيلزمك عشان تحصل على حركه ناعمه تعمل ريندر فقط لا غير بالضغط على مفتاح الانتر عشان نعمل تطبيق عملي ونحصل على حركه كامله. نحن الان هو مرحله فقط التجريب فقط لا غير، فلذلك انا ما راح اشغل الموضوع الان بالريندر. لو نشوف مجموعه ثانيه على سبيل المثال غير lower third، في عندي next فيديو لمشاهده الفيديو التالي، ممكن اختار مظهر من هذه المظاهر او تصميم من هذه التصاميم وبسقطها بنفس المبدا وببحث عن حرف الان هي next فيديو، تمام. هذه next فيديو بهذا المكان نزلت عندي، بنقر عليها ايضا مع السحب بسقطها بمكان معين على التايم لاين. فلو شغلنا راح نشوف نفس المبدا، عندي حركه لعنوان جميل او لظهور جميل، ممكن احدد عليها نفس المبدا، بتوجه الى الايديت وبقوم بتحكم كامل اني استبدل النصوص، اغير الالوان، وعندك البوزيشن، هذه البوزيشن، وايضا عندي السكيل ممكن احنا نقللها كمان شوي ويكون عندي بهذا الشكل يمين ويسار واعلى واسفل،
تمام، ممكن أنا أبدأ بالتحكم بشكل كامل، وعندك الألوان ممكن أغيرها من هذا المكان، وعندي النصوص بغيرها أيضا من هذا المكان وخلاص يعني، تمام. فعناصر جرافيك جميل للغاية، ومكتبة شاسعة وحجم كبير مش قليل يعني. ممكن نتوجه ونشوف الأوبنر إذا كان في عندك شيء افتتاحي لفيديو معين أو انتقال إلى قسم معين. خلني أختار على التعيين أي عنصر من هذه العناصر وبسقطها بنفس المبدأ، وبتوجه وببحث عن الأوبنر. طبعا أنا كان سبق وضيف من هذه العناصر فأعطاني رسالة استبدال. على العموم هذه عناصر الأوبنر الموجودة، ممكن نستخدم أي عنصر. خلني أحذف الإضافة السابقة، تمام، وبسقط الإضافة الجديدة. هي عبارة عن شاشة افتتاحية، تمام، تكون في بداية الفيديوهات، بداية الموضوع أو انتقال من قسم إلى آخر، باستعراض جدا جميل واحترافي وممتع للغاية كإضافة عناصر جرافيك على فيديوهاتنا أثناء مونتاجها وتقديمها على منصة اليوتيوب. نفس المبدأ، بجي بحدد وبتوجه إلى الإيديت لحتى نعدل بالتفاصيل النصوص والألوان، وأيضا الموشن والبوزيشن والسكيل بشكل كامل. يعني عندي من الموشن، عندي البوزيشن والسكيل، كل شيء متاح لحضرتك. ممكن نجرب كمان ونشوف شيء أخير أو ما قبل الأخير، ما بعرف. في عندي الشيب إليمنت، في عندك السوشيال ميديا، من أكثر الأشياء اللي هي بتلزم. على سبيل المثال لينك اليوتيوب، تويتر، سناب شات، يعني كل هذه العناصر موجودة. فخلني أختار اليوتيوب وبسقطها أيضا بنافذة الأسينشال جرافيكس، وببحث بحرف الإل عن اللينك يوتيوب، تمام. هذه اللينك، أيوة هذه اللينك يوتيوب، تحملت معي، بنقر مع السحب وبسقطها أيضا على التايم لاين، تمام، بس أنا حتى عشان تتحمل وخلاص. الآن ببدأ بالتشغيل، فرح تظهر معي بحركة جدا جميلة اللي فيها اسم قناتك، تستعرضها بهذا الشكل، تدعو الناس للانضمام، أو ربما يكون في عندك تسويق لقناة أخرى أو قناة بديلة ممكن توجه الناس لألا. فعناصر الجرافيك رائعة للغاية. نفس المبدأ، بحدد وبغير اللينك بهذا المكان، وعندك الألوان وصلى الله وبارك. خلني أعمل كمان ديليت وبرجع البروز وبتوجه أشوف شو في عندي كمان عناصر تانية. سبسكرايب أيضا، كل فيديو بتحتاج فيه دعوة الأشخاص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالاشتراك والتفاعل مع قناتك. خلني أختار أي واحدة منهم وأسقطها أيضا، كانت كمان عندي موجودة. طيب خلنا نشوف كمان بحرف الإس، تمام، ننزل وندور على السبسكرايب، هذه الأشكال الجميلة لدعوة الناس للتفاعل والاشتراك بقنواتنا. مثال، خلني أختار هذا العنصر وبستنى بما يحمل وبرجع بشغل، ولاحظوا عناصر الجرافيك احترافية وممتعة، تضيف طابع جمالي غايب الروعة على فيديوهاتنا أثناء مونتاجها وتقديمها على منصة اليوتيوب. طبعا التقطيع موجود عشان هو بيحتاج عمل ريندر، فلذلك يعني ما كان متاح أو طلعت الحركة متقطعة. نشوف أشياء كمان، عندك على سبيل المثال عرض النصوص، وفي عندك الترانزيشن، هي موضوع الانتقالات. بقوم بالنقر والسحب، بسقطها أيضا بنفس المكان، وببدأ بالبحث عن الحرف التي، هي الترانزيشن RST، جيت بعد المنة أنا راجع بالعكس ما بعرف ليش. تمام، نبحث عن الترانزيشن، تمام، ما بعرف أي واحدة منهم هي انضافت. عندي مجموعة انتقالات أنا كنت أستخدمها من قبل، تمام. طيب خليني أتأكد بالاسم بالضبط، هي 08، هذه هي 08 مثل ما أنا شايفين. بنقر مع السحب وأسقطها ما بين مشهدين. يعني الفكرة بالموضوع بالانتقالات أنك أنت ممكن تنتقل ما بين المشاهد بطريقة جميلة وطريقة معينة، ويمكن أساسا بعض منا عرض النصوص عليها. يعني هي ممكن تكتب نص معين، أثناء الانتقال يتم عرض النص، تتحكم فيه بشكل كامل كألوان النصوص، وعندك نوع الخط وحجم الخط وكل ما تحتاج. خلنا نشوف الانتقال على عجل مع بعض كيف رح يكون معانا من خلال النصوص. بعيده مرة تانية، عسى إن شاء الله يظهر معنا بطريقة جدا جميلة مثل ما أنا شايفيه بالضبط. طبعا مثل ما تكتب هو بحتاج عمل ريندر فقط لا غير. ممكن أعمل ريندر سريع بهذا المكان، أضغط على مفتاح الانتر. طبعا أنا هو انتهى من الريندر والتشغيل أصبح تلقائي، فبنلاحظ عندي حركة وانتقال جدا جميل ما بين المشاهد. خلني أعطي كمان كلير إن أند أوت وأنتهي منه وأعمل الديليت، وشوف كمان شو تبقى عنا من عناصر. ممكن احنا في عندي تايبوغرافي لعرض النصوص، وعندك التايتل أيضا، خلني أختار تايتل 10 على سبيل المثال. أتأكد أني أول شيء بالبروز، تمام، وبرجع كمان بسحب أحد عناصر النصوص إلى هذا المكان. كمان عندي إياه موجود من قبل، خلنا نجرب ونشوف التايتل 10، هذا هو. بنقر مع السحب، بشغل،
تمام، طريقة لعرض النص بشكل معين مثل ما شاء، وحركة معينة طبعا بهذا الشكل، وفي عندك عناوين كثيرة وأشكال كثيرة لعرض النصوص. طبعا نفس المبدأ، بحدد وبتوجه إلى إيديت وبغير النص وبغير الألوان وبغير ما أشاء أنا محتاجه. تمام، كل شيء متاح لحضراتكم. نجرب آخر شيء قبل ما نغادركم، موضوع التايبوغرافي. في عندي عناصر جدا جميلة للتايبوغرافي، خلني أختار آخر واحد. أتأكد أول شيء أني بفعل البروز وبرجع بقوم بالنقر والسحب وبسقطها بنافذة الأسنشال جرافيكس. هذه هي التايبوغرافي، لقيناهم. بقوم بالنقر والسحب أيضا لعرض فقرات ونصوص وملاحظات وأي شيء على بالك. خلنا نشغل ونشوف نموذج المعاينة فقط لغير الآن. تمام، يمكن الحجم كان أكبر شوي، فلذلك أنا بكل بساطة بنقر بمفتاح الموس الأيمن على الإضافة وبختار Scale to From Size لحتى يعمل لي إعادة ضبط على أبعاد السيكونز اللي أنا شغال عليها. نفس الطريقة عندك التكست موجود بهذا المكان، عندك العنوان وعندك التايبوغرافي أو النص الثاني، وعندي الوصف Description الموجود. ممكن أغير أنواع الخطوط وأغير الألوان وأغير كل شيء على بالك، كله متاح بهذا المكان. خلينا أحدد على الجرافيك بهذا المكان، وممكن أنقر وأسحب، أحدد على كلمة Motion وأنقر وأسحب إذا حبيت أشتغل يدوياً. كل يكون معي بهذا الشكل، ونشوف طريقة جدا رائعة لعرض النصوص بداخل منتجنا في برنامج أدوبي بريمير. هذا كان محور محطة لقائي مع حضراتكم اليوم يا أحباب، عبارة عن مكتبة لعناصر المونتاج، هي عناصر الموشن جرافيك تمبليت وكيفية استخدامها وماهيتها وأنواعها في برنامج أدوبي بريمير برو. وقلنا أن هذه المكتبة تعمل على كافة إصدارات أدوبي بريمير، فلأي منشئ محتوى من حضراتكم محتاج أو عنده إصدار قديم ممكن حسب مواصفات جهازه بإمكانه استخدام هذه المكتبة، وحجمها ليس بالقليل، وهذه مكتبة مدفوعة وتقدم لكم كهدية ضمن كورسنا وضمن مشوارنا الجميل مع بعض إن شاء الله. فدمتم برعاية الله وألقاكم على خير. لا تنسونا فضلا من الدعاء بداية، ولكم مني كل التحية والشكر لحضوركم الجميل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.